ساق الله على أيام زمان. مع المخبير والمدرب لمواقع التواصل الاجتماعي خالد الأحمد. يسعد صباحك. صباح النور. كيف حالك؟ أهلا وسهلا. دائما بسعدنا وجودك معنا. الله يخليك. دائما بتطفي هيك أول شيء هيك حضور إيجابي بالإضافة لمعلومات نحن كتير منحب يعني طواقين دائما لسماعها. الله يخليك. سأل الله أيام زمان. أظن لحالك عرفت. عرفت. عن جد سأل الله أيام زمان. زمان أحلى. زمان أكيد أحلى. حتى باللي أنت مبدع فيه الآن اللي هو السوشيال ميديا. نعم نعم. يعني هي. ما كان في سوشيال ميديا زمان. يعني هلا مثلاً السوشيال ميديا مثلاً نحكي عني بشكل شخصي مثلاً عندي علاقات كبيرة بالعالم الافتراضي مثلاً بس بالعالم الحقيقي واحد مشغول فتلاقي واحد كل شغله على العالم الافتراضي بس بالعالم الحقيقي ما تلاقيهوش هالقد يعني اجتماعي في العالم الحقيقي. فنعم الإعلام الاجتماعي أخذ طاقات وأخذ وقت من الناس أنهم يبنوا هاي العلاقات بس بالعالم الحقيقي لا هم مشغولين مثلا بيكونوا مشغولين عن ممكن عائلتهم مشغولين مثلا عن شغلهم وزي ما حكيت قبل شوي بيكونوا يمكن مشغولين حتى عن السواقة بالسيارة. عن جد. خالد زمان كيف كنا عايشين من غير موبايلات من غير انترنت من غير كل هاي التويتر شو أول موبايل حصلت عليه؟ أول موبايل بتذكره كان إريكسون هيك مدول الكبار أبو 20 سنتي تلاجة موتورولا لا موتورولا في موتورولا وكان الإريكسون كان موجود أنا قبل أنا ما جبته من أول ما نزلوا فراس عم بيقول الموتورولا كانوا كبار أنا ما جبتهم لما كان الاشتراك 750 دينار حقه كنا 1500 ولا 3000 بالضبط ولما كنت تشتري إنه عندك تليفون أنت من الطبقة هاي. نعم. ما شاء الله. نعم. أنا جبته حبيبي بس بلشوا يرخصوا عرخيص أنت إذا جبته أبو 750 أنا لا عشان هيك أنا بلشت الإريكسون. أنا بتذكر أول تليفون كان نوكيا 3310 بس هذا قعد معي سنتين بس قبل ما أجيبه طولت كتير كل أصحابي عندهم تلفونات وأنا مفكر بحكي ليش أجيب تلفون زي حالتي كنت. فشخرة ليش واحد يجيب تلفون يعني بهو عندي تلفون البيت شو بدي بالموبايل صح إنه أحطه بجيبتي وأحطه على الطاولة لما أروح على القهوة هاي فشخرة صراحة بديش إياها فأخذت وقت طويل قبل ما جبت أول موبايل. وهلأ بتقول يا ريتنا ما اخترعوا شيء هلأ شوية هو يعني هلأ بالنسبة لي صار هلأ يعني أساسي. بزنس هو يعني شغل هلأ بالنسبة. يعني الصراحة التليفون أهم من وجبة الأكل اللي بدنا ناكلها يعني منضيع إذا من غير التليفون. هاي لعبة الحية هاي من الرنات القديمة هلأ بطلنا نسمع رنات. تذكر قبل الموبايل كان تليفون البيت لما ندخل على الانترنت نسمع صح ومرات احنا قاعدين وواحد يرفع الخط من الغرفه الثانيه ومصير يصيح سكر انا موجود على الانترنت تتذكريها صح بتذكر بس كنا نتواصل مع بعض وكنا نلاقي بعض وكنا. نعم. دائما نحكي مع بعض بالضبط بالضبط. هلا اللي من هاي ايوه هلا بيجيك تليفون بتشوف اسمه بتردش عليه نعرف يا بالضبط. هلا تخيل ما صار اسمه تليفون يعني صار هو اداة اكثر. بتعرف انه كمان يعني اعتقد بالسنه هاي ب 2016 راح يكون اداة للمدفوعات فانا ممكن ادفع شغلات كثير عن طريق الموبايل. بموضوع المدفوعات بتامن تحط رقم الكارت وكل شيء هلا صار كلياته سكيورد اكيد اكيد في له طريقه انه يكون سكيور. نعم اكيد بالضبط. حلو حلو. الانترنت كمان هلا صار ليل نهار موجود معك انا لازم هاي خليها طول خليها هاي الباك جراوند ميوزك. الانترنت هلا يعني على طول معنا ليل نهار موجود. نعم. معنا عالم تاني افتراضي انبنى مش معقول خلال سنتين زمان كان يعني مبني عادي. كيف كنا انا بدي اسال كيف كنا نشتغل؟ كنا نشتغل نكتب بالورقه والقلم ونكتب اكثر شيء على الكمبيوتر الكبير بس انه هلا نطلع كل الاحصائيات بكبسه زر بالضبط نطلع كل البيانات ما في وكنا نشتغل وكنا ننجز وكنا دقيقين. لا وتعرف في شغله مهمه جدا هاي سمعتها من حدا يعني مش أنا بحكي لك إنه التكنولوجيا هذه مفهوم جديد بس لإلنا إحنا الناس اللي عصرنا العصر اللي قبل التكنولوجيا وعصر التكنولوجيا بس بالنسبة للجيل الجديد هلأ بنولد تلاقي بنتي عمرها سنتين وعم تطلع على الموبايل تبعي حاطة على اليوتيوب بس لما يجي مثلا تنبيه من واتساب ترفع إيدها بتسوي هيك بتشيله
أو لما مثلا بقرأ لها قصة بالكتاب بدها بتشوف تطلع الصورة بتسوي لها سلايد إنه يعني بدها إيش اللي بعدها. فالجيل الجديد هو ما عصر قبل التكنولوجيا، فالجيل الجديد هو مفكر إنه هذا كله بالفطرة لازم يكون هيك. فإحنا عنا إحنا يعني احنا وير بليست انه عصرنا قبل وعرفنا ايش قيمه الحياه ولذتها قبل التكنولوجيا، بس يا حرام الجيل الجديد لا خلص. فانت بتعتقد انه هذا كان يعني احنا كنا يعني نعيم؟ نعيم نعم عن جد. حتى أكيد. هلا بتلاقيش الاطفال بيلعبوا بالشارع زي حدا؟ لا لا ما في حدا بيلعب، ما بيلعبوا قلول ولا سبع حجار ولا فوتبول يعني. لا لا هذول المناطق يعني الو مين ابدا، كله قاعد ماسك الكمبيوتر وبيلعب بتليفونه وجيمز، كله حتى الفوتبول صار يلعبها على التليفون بالضبط. كله بالماينكرافت وكله بيلبس النظارات يعني، بس قاعد على نعم. انه كمان النظر يتضرر، النظر كمان العقد القعده انه العمود الفقري ممكن يتاذى. فمهم جدا هلا مثلا بحكوا لك بالمقالات اللي عم تطلع انه ما تخلي ابنك يقعد اكثر من ساعه بعدين استراحة يلعب مثلا ساعة. في مثلا مقالة الأمريكان شو بيسووا إنه إذا بدك تلعب ساعة على الكمبيوتر لازم مقابلها يكون في ساعة نشاط بدني إنك تسوي رياضة وكذا، فبخلوش أولادهم يلعبوا أكثر من ساعتين باليوم. بالمحاضرات اللي بتعملها بتنصح الناس إنه ما يكتروا أعدادهم أو أولادهم أو يعني يعني شو بتنصح، شو بدك تنصح لا تنصح ما نعم. يعني ما انت عارف هذا أيام زمان أكيد أنا يعني بسوي محاضرات عن الترويج الذاتي ومحاضرات عن السوشيال ميديا وللأبناء. والأبناء مش بس إنه تربية الأهل للأبناء في العصر نسميه الرقمي، كمان لازم الأهل يكونوا هم يتعلموا. فقبل ما ابني يدخل على منصة جديدة لازم أكون أنا عارف إيش هي المنصة، عشان ما أخلي ابني مثلا يضحك علي أو إنه يدخل وأخذ راحته بالموضوع. لازم أكون أنا عندي طريقة إني أدخل وأطمن إنه هو بيسوي شغلات صح ولا يعني مش من ورا ظهري. فهاي مهمة جدا. أهم شيء أول شيء الأهل لازم هم يتعلموا إيش هي التكنولوجيا هالجديدة. بعدين نفس الشيء بالنسبة للأساتذة تبعتهم بالمدرسة، لازم هم يعني عم بنادوني مدارس كل فترة إنه تعال احكي للأولاد عم بصير في عنا تنمر إلكتروني، عم بتقاتلوا قبل بليلة على الفيسبوك، بيجي تاني يوم بتقاتلوا بالصف، فتعال احكي لهم إيش هي المنصات هذه، كيف ممكن يستغلوها بطريقة إيجابية أكثر من هيك. فمهم جدا برضو رسالة للأساتذة إنه يعرف إنه في منصات مجانية موجودة للمدارس، إنه ممكن يفتح صف نسميه صف افتراضي وبحط كل الطلاب فيها وبكون ما حدا بيقدر يدخل فيها، خصوصية تامة، ومن هناك بيعطيهم المساحة إنه بدل ما تكونوا موجودين على الفيسبوك ولا على مثلا أي منصة تانية ممكن تكون موجودين بالمساحات هذه إنه تكون محدودة ومحصورة وآمنة لإلهم. فهو لازم يكون توعي لثلاث أشخاص اللي هي الأهل والأساتذة وبعدين الأبناء. شو رأيك باللي بيعزموا على الأعراس عن طريق الواتساب والفيسبوك هاي؟ يعني نعم تذكر احنا ايام زمان كان لما يجي العيد اشتغل عندنا الاس ام اس 24 ساعه انه كل عام بخير كل عام بخير، بعدين اختفى الاس ام اس صار عن طريق الواتساب. صح، كل ما بصير اشي مجاني بنروح له. فاحنا التكنولوجيا عم تتحرك بشكل سريع جدا، فاحنا عم ننتقل لها بشكل سريع. والاعراس والعزاء يعني اذا بتجيك دعوه او عزاء يعني قول العزاء بنروح من غير عزيمه، بس العرس لازم نروح بعزيمه على طريق الواتساب او الفيسبوك. بتروح تاخذها جديه وبتروح؟ انا بروحش الاعراس، بحبش الاعراس. احسنت. فاجاني بالواتساب اجاني شخصي. ابدا ريح راسك. ما بروح. جراندايزر عن جد. علي علي بطل فليك، هيا خذ يا جراندايزر، عدوك فاحذر سلح نفسك ناضي. خالد تجربتك الشخصية مع التليفون من لما كان تليفون بيت لو صار موبايل لصار هلا الانترنت اللي محمول بالجيب وبتضلك ماشي وحامل بطاريتك كمان؟ لازم هلا كمان بطارية. يعني الموبايل كنت أيام زمان نوكيا، كنت مغرم بنوكيا، هلا مغرم بالآيفون. فعندي 24 ساعة آيفون، وارتكبت خطأ إنه أول آيفون جبته كان الساعة تبعته قليلة، فهلا لازم لما أجيب الآيفون يكون الساعة كبيرة. فعندي الآيفون مثلا 128 جيجا لازم، لأنه بصور فيديوهات وصور كتير وهيك شغلات. والبطارية لازم يكون عندي 2-3 مشحونين وجاهزين جاهزين يعني كل يوم، تحمل شنطة وتدور فيها بطارية بالضبط. بس بحكي لك انه من هون تقريبا برضو اخر 2016 انه مشكلة البطارية حتنحل ان شاء الله، حتكون مثلا في اندرويد باشا نزل خبر عن تلفون جديد ساعة البطارية 1000 ميجا هرتز مش عارف ايش يس.
فهلا بدوا انه ينتجوا بطاريات ممكن تستحمل يوم ويومين، لانه التليفون مع انترنت ما بيوز، ما ساعتين وواحد زي حالاتك شغال. نعم. دي بتستهلك وقت من وقتك في على على المواقع هاي وعلى الانترنت. هلا شوفي انا بسوي هيك بشكل بروفيشنال، هذا شغلي صح، وشغلي اكثر من جهه، يعني انا بشتغل فول تايم وكمان عندي استشارات وعندي تدريب، فانا 24 ساعه شغال، يعني انا 24 ساعة بتنزل البوست مثلا لهاي الشركة وبعدين بوست تاني للمحل الثاني. انا بسويش ادارات، ما بسوي ابدا. لا بسوي استشارات، بطمن يعني على صفحات معينة، لازم اقرا مقالات كل شيء بنزل جديد، اذا في مصيبة لازم اروح اشوف كيف ممكن تنحل، يعني بس يعني بتشارك بعض المقالات اللي بتقراها مع أكيد. اللي بتابعوه. انا بحب اشارك هاي، واخذت عليها جائزة اللي هي content curation، فانا دائما لما ارى شغلة مفيدة بحب أشاركها، فأنا معظم الناس اللي عندي على الفيسبوك متابعيني بس عشان المقالات اللي عم بعيد نشرها. يعني بدل ما واحد يغلب حاله ويفوت يبحبش، أنت بتعطي لي الأخبار اللي بالمجال تبعي. بالمجال تبعي. نعم. فأنا مثلا مجال الريادة، مجال الستارت اب، مجال السوشيال ميديا، عم بنزل مقالات أول بأول، وبتكون لسه نازلة إلها بس نص ساعة ساعة وبس. في كتير ناس بزعلوا لما بنزلوا شيء وما بيجيهم لايك، صارت حياتنا مرتبطة باللايكات. لا بطلت يمكن بالأول بس ما بهمك الكمية، بهمك النوعية. بالضبط، ما يعني اللي بده يشوف أهلا وسهلا، ما بده يشوف مش مشكلة. بس أنا نصيحتي لهدول الناس مثلا اللي بده يفتح قناة على اليوتيوب، كل الناس المشهورين هلا على اليوتيوب بالغرب قعدوا سنة وسنتين ينزلوا فيديوهات بشكل دائم وما كان حدا يعبرهم، فبعد سنة وسنتين بيبدأ النجاح يبين. فهي العمل على السوشيال ميديا هي زي الزراعة، لازم واحد ينزل بذر ويزرع ويطمن ويضيف فائدة على المنصات تبعته عبين الناس يبدوا يعبروه بعد سنة أو بعد سنتين، فالموضوع ما راح يكون خلال أسبوع أسبوعين، فلازم يكون في استدامة. يعني ما حدا يزعل، ما حدا يزعل. انت بهمك يعني لما تنزل، انت لك متابعينك، ومتابعينك من الناس كبار يعني، كمان ناس مهمين حجما يعني ولا حجما مكانة وفكرا، وهذا اللي بهمك. نعم. الناس نعم. اللي عندهم فكر صح. نعم. ولا لا اكيد. يعني دائما انت اكيد لما يكون في عندك ناس بيلحقوك بهالمستوى هذا تحاول دائما تنقي أكيد. الموضوع يكون لا المحتوى تبع الحمد لله نضج. انا كان محتواي بالاول اول ما بديت كان محتوى زي هلا ترفيهي وفكاهي، هلا بستعمل محتوى اجتماعي بس الليفل تبعه شوي عالي يعني. حلو. بدنا نطلع على فاصل صغير ونرجع منكمل مع الخبير والمدرب لمواقع التواصل الاجتماعي خالد الاحمد وتجربته في فلسطين. بعد الفاصل ديالا راجعة كابسي. مع ديالا. إنها الساعة 12 في صوت الغرب برعاية دلس تاريخ وخبرة. رحلاتنا إلى إسطنبول وشواطئها على بحر مرمرة، بورصة وجبالها الخلابة، يلوى، طرابزيون، شرم الشيخ والغردقة، لبنان، دبي، سريلانكا، وأوروبا وشرق آسيا، وطائرات مباشرة إلى الديار المقدسة لأداء مناسك العمرة. رحلاتنا إلى البتراء، العقبة، وادي رم، التذاكر الأقل كلفة في الأردن مع دلس، تقدر تحجز عن طريق فروعنا المنتشرة في الأردن وفي فلسطين. دلس للسياحة 56522. ساوتيل غاد. هذه الوقفة برعاية دوكانجي مول. دوكانجي مول بيت المونة. الآن وفر مع الدوكانجي من اليوم وحتى 16 فبراير. حليب نيدو 2.4 كيلو 9 دنانير 99 قرش. روس تايجر 4.5 كيلو 4 دنانير 39 قرش. سكر شعبان 10 كيلو 3 دنانير 95 قرش. دجاج بلدي مجمد 700 إلى 800 جرام 99 قرش للدجاجة. إيريال 1.5 كيلو 3 دنانير 49 قرش. زيت كريستال 3.5 لتر 4 دنانير 39 قرش. جبنة فيتا هنغاري.
دينارين ونص للكيلو. للاستفسار 079-112-12-12. الدكانجي المقابلين شارع الحرية. الدكانجي بيت المونة. هاي الصورة لما كنت بتغدى باستا، هون عم بتعشى ستيك، أما هاي عم باكل برجر، ولا هون عم باكل جمبري، هون عم باكل تاكو، أما بهاي تبولة أرمنية، وهون بيتزا على الحطب. ول مش مخلي مطعم بعمان؟ لا لا فهمتني غلط، هاي الصور كلها بمطعم هارموني. هارموني أطباق مختارة من أنحاء العالم. مجمع ورد للمطاعم. للحجز هاتف رقم 5529100. عمان شارع المدينة المنورة. على وين؟ رايح على البنك أجدد بياناتي. مش مبارح رحت وجددت البيانات؟ آه بس ما سألتهم إمتى بتطلع نتائج السحب، بلكي ربحت. إذا كنت من عملاء بنك سوسيتي جنرال الأردن، توجه إلى فرعك الآن وجدد بياناتك لتدخل السحب على 10 جوائز نقدية بقيمة 100 دينار. على فكرة أنت جددت البيانات، يعني بيعرفوا يتصلوا فيك إذا ربحت. لما توعى الصبح شغلتين بيرفقوك من بداية يومك، كلمة صباح الخير وفطورك صح؟ ولما بيجتمعوا سوا بتكون النتيجة صباحه. صباحه مش مجرد كلمة تنقال عند الصبح، صباحه هو فطور لبناني، مناقيش ومعجنات بيتزا على أنواعها. فرن صباحه الفرن اللبناني الوحيد. صيفية دوار السابع مقابل صيدلية فارمسي ون، ومطرح ما بتعرفه بعده فيك تطلب المنقوشة وبتوصل لعندك. 06-581-86-80 و 0777-450-300. صباحه المنقوشة هي لقمة، دور على منقوشة صباحه الأصل واستمتع فيها. ساوتيل غاد ارجعنا، واكيد مع ديالا كابسه. كابسه مع ديالا. والله يا حروف الوطن زي العقد في الصدر محلا. فلسطين الحبيبة مغلى الوطن يا عرب مغلى. خالد كان لك مؤخرا زيارة لفلسطين، زيارة ناجحة جدا، يعني أنا بحب بس أسلط الضوء على زيارتك لقطاع غزة. يعني فلسطين الحبيبة أكيد عايشين يعني شوي أحسن، من ظروف حياتهم أحسن من اللي موجودين في غزة صح؟ صح. أنا كان في عندي تدريب هنا بعمان وحضروا، كان في جولة ناس جايين من غزة ستارتابس وغزة سكاي جيكس، وحضروا التدريب وحكوا لي حابين ندعوك أنا على غزة. حكيت لهم أنا عندي زيارة على فلسطين وبشرفني، فحكوا لي آه إحنا هم عبارة عن ميرسي كورب وبنسوي لك تصريح. فسووا لي تصريح ولما نزلت غزة فلسطين نزلت على غزة. فعلا اللي شفته أنا غير اللي بتسمعوه بالأخبار كلية. من أي ناحية يعني؟ يعني الشعب، شعب غزة شعب جبار، جبار بكل ما تحتويه الكلمة. الطاقة اللي عندهم، السبيريت، الروح اللي عندهم شيء جميل جدا، شعب كريم جدا جدا. يعني سويت محاضرة هناك بأول يوم وصلت، وكان يوميتها مطر اللي هي التلج هنا بدأت، وكانت غزة كلها غرقانة. فحكيت يمكن يجي يمكن 7 ولا 18، الصالة كلها مليانة كانت، كل الناس اجوا متعودين، ما بفرق عندهم، ما بتفرق عندهم، يعني شعب بيعمل اي شيء من ولا شيء. عندهم انترنت؟ عندهم انترنت هلا وتليفونات وموبايل، عندهم كل شيء. الشعب بغزة
الشعب الفلسطيني بغزة عنده المستوى التقني أعلى من سائر فلسطين. نعم. ليه؟ كيف يعني؟ لأنهم محصورين، فهم لازم إنه يشتغلوا على حالهم أكثر من أي حدا تاني. هلأ ما في 3G بفلسطين بالضفة وغزة. بشهر 6 حيكون في 3G بالضفة، بس مش حيكون بغزة، بس الانترنت اللي جوا البيت يعني في واي فاي كتير عالية وسريعة مش بطالة. مثلا احكي لك عن قديش كريم الشعب. مثلا كنا بالتدريب، فبحكي وانا بحكي عن السوشيال ميديا والترويج الذاتي وهيك، وحكيت انه في عندكم اكلة هون اسمها سماقية، سمعت عنها كويسة وحاب اجربها هيك عم بمزح، فوين في مطاعم الواحد يروح عليها؟ فحكوا لي لا السماقية هاي صعبة، ما بتستواش بيوم يعني، بدها تحضير وبدها كذا وهيك. خلصت التدريب وروحت، وتاني يوم كان في عندي اجتماعات، ففي واحد من الحضور راح اشترى مكونات السماقية ودها لأمه طبختها، وإجا تاني يوم عبين ما هي جهزت وحاططها بكياس وماشي بغزة بدور علي، يعني يمكن أخذ 3 ساعات وبمشي بدور علي وين المكان الموجود فيه عشان يغديني السماقية خليني أدوها. فواحدة نفس الشيء مسويت لي خريطة فلسطين وحارق عليها هيك الهاشتاج اللي كنت أنا بستخدمه خالد في فلسطين، وجاي بتدور علي، يعني شعب جبار بما يعني تعنيه الكلمة. وغير الأطفال اللي شفتهم، أنا يعني قابلت أطفال بالشارع حكيت معهم، صورت على فيديو يوتيوب طويل 28 دقيقة ونشرته. في مثلا طفل محمد حليمي عمره 12 سنة. محمد حليمي هو عبارة عن متكلم متحدث ما شاء الله ب شو اسمه مؤتمرات كتير بداخل فلسطين. فقعدت معه سويت معه مقابلة، فبحكي لي انه انا حابب اروح على معارض دولية وحابب اني اروح على CES. شو CES بالضبط؟ ايش CES يعني؟ احرجني ايش هو CES. فرحت انا عملت حالي اني فهمان يعني، ورحت سويت لها جوجل، وطلع اكبر معرض تقني في العالم بصير بامريكا بلاس فيغاس كل سنة مرة. فانه واحد 12 سنة بغزة المحاصرة بيعرف هالمصطلحات، بيعرف هالمؤتمرات، وعنده هالشغف وعنده هالشغلة هذه، ويعني فما شاء الله ابدعوا الشباب. واحد تاني عنده 14 سنة محمد ابو جياب، وعنده قناة على اليوتيوب، ويعني اشي بتحكي لهدول الاولاد ما شاء الله عندهم هالقدرات هذه الابداعية ما شاء الله، واحنا هون الواحد بيستحي من حاله مهما كان يعني. طب يعني نعرف القدرات الإمكانيات المادية كمان، إنه عند البعض في غزة ومع الحصار شوية يعني قليلة. كيف لقيت أنت إنه السوشيال ميديا شو بتخدمهم هناك؟ يعني هم مش بحاجة للسوشيال ميديا، بحاجة لخبز وبحاجة لطحين وبحاجة لسلاح يمكن وبحاجة لأشياء كتير أهم. مش بالصورة اللي بتتصوريها. في كتير مشاريع ريادية جدا عظيمة هناك، هاي واحدة، وكلهم عم يستعملوا السوشيال ميديا انه كيف يعملوا فلوس. عندهم برضو في شركة مثلا اسمها Work Without Borders، الشركة هاي بتسوي خدمات لشركات بالخليج في الوطن العربي من غزة. في مثلا عرفت مؤخرا انه مثلا شركة يوريكا which is يعني شركة عالمية، المطبخ تبعها كله موجود بغزة. ففي هناك قدرات خيالية بتحكيها معقولة هذا كله بغزة؟ طب احنا كنا فاكرين الناس ميتين من الجوع، لا هناك الناس مبسوطين، بديش احكي بغزة ان فلسطين يعني بكل فلسطين الناس مبسوطين هناك بشكل يمكن انا احكي احسن من هون مبسوطين، فلانه عارفين ايش العدو وعارفين كذا وعرفوا كيف يتغلبوا وكيف انه يعيشوا حياتهم. في دمار، في احتلال، وفي شغلات، بس كلهم بيعيشوا يعني. في عندهم ناس مؤثرين على السوشيال ميديا؟ نعم نعم، في بغزة في عندك محمد أبو القنبز، خالد الصافي، في عندك بالضفة أيمن، ونسيت الشباب الثاني كلهم أحمد بركات وغيرهم. فنعم في عندهم شباب مؤثرين وعندهم شاطرين وعندهم خبراء سوشيال ميديا وعندهم مدربين سوشيال ميديا. وأنا اجتمعت مع كذا شركة هناك كبار يعني والبنك وهيك، وما شاء الله تواجد يعني بحكي بين فلسطين والأردن احنا مستوانا قريب لبعض، ومعظم المدراء الإعلام الاجتماعي في الخليج برضو بتلاقي إما من الأردن أو من فلسطين لأنه عندهم نفس مستوى الخبرة بالموضوع هذا.
حلو. فتهم واستفدت منهم، شو أعطوك إن استفادوا منك أكيد بخبرتك في المجال؟ يعني أنا ما قدمت إشي الحمد لله يعني، بس إيش استفدت منهم؟ أنا استفدت منهم شغلات كتير يعني. أنا هلأ ندمان إني أنا عندي الحمد لله جواز أمريكي وعلى بدخل وقت ما بدي، بس ندمان إني ما دخلتش قبل هالمرة، كنت دائما متردد وخايف متردد. فأنا يعني خلاص كل شهرين تلاقيني هناك بشوف بس عشان أستفيد من الطاقة والروح العظيمة اللي عندهم. شو كان يخوفك؟ ما كان يخوفني. ليش تخاف إنك تنزل؟ آه يعني بتعرف الحدود ومحدود ومش عارف إيش وكذا، والوضع الأمني ما وضع أمني، بس ما صراحة لا ما في منه هالإشي. وحتى بالوضع الحالي يعني في يعني أنا شفته بالآمن جدا، ما في أي مشاكل. ساكر على أيام زمان. خالد، في عندهم بفلسطين أي restrictions على السوشيال ميديا على الإنترنت؟ يعني أنت عارف دولة يعني في احتلال، في ممنوع بخافوا يكتبوا يعبروا عن آرائهم، ولا عادي مفتوح عندهم المنابر الإعلامية؟ يعني لا، هم مراقبين بشكل كبير. مثلا في واحد كاتب على الفيسبوك سامحوني وإجوا أخذوه من بيته. أوف. على كلمة سامحوني؟ على كلمة سامحوني يم أسرع إجا خدوه وحبسوه. ف لا مراقبين، وفي الاحتلال عنده نظام كبير لرصد الإعلام الاجتماعي بداخل فلسطين وخارجها. نعم، بدي أحكي شوي يعني هيك قبل ما ننهي لقاءنا، بدنا نحكي عن السوشيال ميديا في الأردن. أوكي. شوية صارت سلاح ذو حدين، البعض بيستغلها ل صار يستعرض عضلات بكل صراحة. ممكن. إنه يعني أنا عندي متابع وناس بتحكي عني وبطخ على العالم، والناس في ناس بتأيدني مع إنه في ناس يمكن كتير ما بيأيدوا. فكيف ممكن هيك يعني؟ لما واحد يحكي هيك صوروه. تعرف صارت مقرف شوي. يعني أحيانا صار مقرف الوضع. يعني غلط يعني إحنا. يعني في أخلاق، في حتى لاستخدام المواقع بالزبط. في أخلاق المفروض. يعني هي التواجد على منصات الإعلام الاجتماعي هي مرحلة نضوج. الزلم اللي بيحكي هيك او الشخص اللي بيحكي هيك يعني هو عارف بينه وبين نفسه انه اللي بيحكي غلط، ويوم الايام حيكون يحارب الناس اللي بيحكوا هيك. فلازم نتعلم السلوكيات، نعرف. مثلا اليوم نشرت خبر له قديم له سنه انه في طالب جامعه كاتب بامريكا كاتب انه الاستاذ ما نزل تغريده ان الاستاذ ما له حق انه ياخر او يغير موعد الامتحان، وسب عليه هيك كم سبه. فلما راح الحصه ثاني يوم الاستاذ حاطط على الخلفيه الشاشه تبعت الكمبيوتر تبعه التغريده تبعت الطالب بالمسبه عشان يفرجي انه فكل شيء واحد بيكتبه او بيحكيه على المنصات الاعلام هذه هذا عم بتأرشف ضدك. احنا الحمد لله انا يعني كلياتنا هنا قبل التكنولوجيا عدم النضوج تبعنا مش موثق. هلأ بالجيل الجديد كل إشي عم بتوثق. فبرضو قصة واحد كتب على الفيسبوك رايح يخطب زميلته بالجامعة، أخذ أمه وأخته وراع كل إشي، أبوه حكى له بشرفنا وكل إشي، أعطينا أسبوع نسأل عنك. والولد حكى له أوكي، سلم عليه وقام. الأب عطاه ورقة أبوها قال لو سمحت اكتب لي الرابط تبعك على الفيسبوك عشان أشيك. يعني هلأ صار مرجع هاي بالأردن، هاي بالأردن صارت. يعني قديش صار مر عند البعض هيك التفكير محدود. بالضبط. فكل واحد لازم يدير باله. يعني هاي منصات عامة جدا. بس أحكي لك شغلة. نعم. صارت معي أنا شخصيا، رحت أقدم فيزا لأحدى الدول. قبل ما أروح قالوا لي نطفي الفيسبوك تبعك. بدخلوا على بشوفوا إيش توجهاتك. الحمد لله توجه. فيعني إنه لا في يعني هدول كي. مثلا أوكي ماشي سفرات بدهم يعطوا فيه شوفوا إيش توجهاتك أنت قبل ما بس إنه روح يتجوز. حتى الشغل لما الشغل بدخل كمان لما بدي واحد يقدم السي في بطلت تعني كتير. فأنا بدل ما أطلع السي في لا بدي أروح أشوف كيف هو روح التعاون تبعته أو نوعية الخطاب تبعه إيش. فبدي أعرف أنا إيش بدي أجيب عندي على الشركة. فبروح بشوف كيف خطابه مع الناس على الفيسبوك أو التويتر. ساقر بعطيك انطباع على أيام زمان. بالدورات اللي بتقدمها وبتعطيها بتقولها للناس ارتقوا بتفكيركم، ارتقوا أكيد. في كتاباتكم، ارتقوا في التعبير عن يعني حتى طريقة التعبير بتكون بالضبط. يعني أنا لو عندي مشكلة مع عيات شركة بقدر أنا أشرح المشكلة وأحكي لهم أنه أنتوا قصرتوا معي بـ1-2-3 بدون ما أهد الشركة يعني.
يعني انت برايك الواحد اذا بده ينتقد شخص او شركه بقدر يكتبها يمكن مقروءه بتكون اكثر من انها تكون هجوميه ولاذعه. مش لازم اهجم عليه يعني، فانا بكتبها وبحط النقاط اللي انا وين انظلمت او قصروا معي بطريقة يعني راقية، مش لازم أنا أروح أهد الشركة على الإنترنت عشان هم يسمعوني يعني. إيش صفات الشخص المؤثر؟ إحنا بما أنه هلأ صار عندنا كتير ما شاء الله مؤثرين في الأردن، إيش صفات فعلا الصفات الفعلية اللي أنت برأيك كخبير ومدرب أنه فعلا هذا الإنسان مؤثر في كتاباته وطرحه للأمور؟ أوكي، المؤثر أنا باعتقادي أنه هو الشخص اللي يكون محدد المجال تبعه، فبتلاقي المحتوى تبعه معبر عن مجال معين، فأنا بعرف المؤثر هذا مثلا مؤثر بالرياضة أو في الموضة أو في الموسيقى أو ففين عنده مجال اختاره، وبعدين دائما بكون عم بضيف فائدة للناس، دائما بحاول يفيد الناس بشكل أو بآخر، هذا هو المؤثر. بس الشخص اللي دائما بيحكي عن حاله أو الشخص اللي دائما 24 ساعة على السوشيال ميديا أنا ما بعتبره مؤثر، بعتبره نشط. صح، في فرق كبير بين ناشط وبين مؤثر. لا. برأيك الشخص اللي بيضله ينزل بوست، يعني بينزل مقالات وينزل كل شيء، يعمله تويت وري تويت وشير وكذا، ممل؟ يعني الناس ممكن يكون تتابعه. ممكن يكون مزعج. أنا ممكن يكون هو سوى لي سبامينج على التايم لاين تبعي وحجزه كله وما أكون أنا موافقه بنفس مجال تبعه، ممكن أنا مجالي 10% نفسه بس أنا ما هو أخذ كل التايم لاين تبعي، فلا مهم جدا برضو إنه نوعية البوست اللي منزله وأي ساعة بنزله يكون في فرق بينهم. هلا أنا بحكي هيك بس أنا كشخص لا أنا بنزل بشكل كتير يعني، بس بنزله ان انا عارف ان انا بنزل بمجال معين بالسوشيال ميديا وفي اللي بيتابعوك بيهتموا بالضبط بيهتموا. يعني اكثر هيك نصيحه للناس اللي بحبوا ينزلوا دائما بوست، كم من واحد ينزلوا بالنهار؟ اوكي حلو، لانه لازم نعرف ايش قديش عمر البوست على الفيسبوك على تويتر. عمر البوست على الفيسبوك 3 ساعات، عمر البوست على التغريده على التويتر 20 دقيقه. فلازم بين كل بوست على البوست وبوست على الفيسبوك يكون في على الاقل 3 ساعات، ولازم على تويتر يكون تقريبا من 20 دقيقة ل 40 دقيقة. حلو فاهم. حلو كتير، معلومات كتير حلوة. الخبير والمدرب خالد الأحمد، عن جد نحن دائما نستمتع فيك، دائما نستفيد من معلوماتك، وإن شاء الله أكيد في كتير ناس استفادوا كمان من هاي الشغلات. شكرا لإلك، بنتمنى الناسك على السوشيال ميديا يعني يرتقوا شوي ويرحمونا بآرائهم وأفكارهم، يرحمونا وإذا بتنزلوا إشي بخصكم اعرفوا ما بخص الكل وما بعد الكل. نعم، شكرا كتير لإلك. شكرا، وإن شاء الله أيام زمان. شكرا، كنا مرتاحين من وجع الرأس. ساق الله على أيام زمان. ساق الله.